هذا ونظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوما رياضيا حافلا بالعديد من البرامج والمسابقات الرياضية التي أعدت خصيصا بمناسبة اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وتهدف أنشطته إلى تعزيز الممارسات الصحية وزيادة النشاط البدني.